السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده التحدي مش عادي، التحدي ضد السحر السلفتي. اول مرة اتحداه، على طول بتطلب التحدي ده، ومش اي تحدي، لا ده بس احنا اللي هنتعاقب، انا او محمود اللي هنتعاقب الخسران. يعني لو خسرت انا اللي اتعاقب، ولو سحر خسرت محمود اللي هيتعاقب بالفلوس. يعني ما انا لو كسبت محمود هيديني 1000 جنيه، ولو سحر اللي كسبت ما سمعش الكلمه دي لو سمعت. لو سمعت عشان يا رب يا رب اكسب عشان اخد الفلوس. انت بتلعبي باسم القرار، هتجربين وانت بتلعبي باسم مصر. هتلاقوا تحدي برضو مع حمدي ومحمود في قناتهم يوميات محمود وسحر، اللي حابب يشوف. بس هندغدغ الزهريه، يعني اللي هيخسر فينا اصلا هيبقى عايز ينتقم. لا طبعا انتوا عارفينه، طبعا الدوم الكوري صعب جدا وحار. يعني ربنا يستر عليهم. احنا جربته قبل كده، كنت هموت. رحت المستشفى. فهنجربه تاني علشان خاطر ايه التحدي ده، يعني لازم يبقى قوي. يلا تعملي ايه؟ انا عايزه منك خدمه، عايزه الميه، انا غاليه ميه في الكتف. ماشي، عايزه اتفضل. ماشي، انا اعمل اي حاجه المهم تكسبي. ساعدونا يساعدكم ربنا. الله على الريحه، وريني كده. ده الشطة ودي التوابل. سيبي كده، انتي ما طلعتيش اهم حاجة. اهم حاجة ربنا يجعل الكلام ده خفيف عليك وما تضربش 1000 جنيه. اوه اتنين. التحدي على اتنين اندومي. طبعا احنا ما بناكلش، مش اندومي خالص، هو نودلز. احنا بنحبه بالطريقة دي، هنحط عليه المية وبعد كده التوابل لما نطلع. نزل لي الحمد لله. احنا طالعين، واحد هيقبض وواحد هيطلع. حتى يا رب انت اللي تقبض. وبقت اللي فيك الشغل كله. بس مش كيسين شطه كتير؟ والله بقى سالي وفاء. كفايه عشان تكفل. بتقول لي كيسين شطه كتير يا وفاء. ما تحطش شطه دلوقتي. لا 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 دلوقتي. مش شطه، التوابل. ولا توابل ولا اي حاجه. ما تحطش حاجه عليه. ما تعرفش احنا ما بنعملوش بالطريقه دي اصلا. بص انا هغطي كده. واما بيستوي بقى بحط كده كاننا بنسلقه. بس عشان ما يبقاش معاك، احنا بنحبه كده. تاخد شويه ميه. استني اغرزيه بقى. ايوه كده يختص في الميه. بس غطي عليه بقى 3 دقايق بالظبط وهنشيله نصفيه، وهحط معاكم برضك التوابل والشطه. هات لي الكيس دي بقى. ما تنفعش بميه فيها. لا حبه بس. ما هناكل زيكم احنا. يا قلت لك اسيب لك حبه انا هتخسر. لا اسيب لي حبه. ايه من ده ولا من ده؟ لازم لك حبه. لا ما تهرجيش. ما انت افرض حمد كسبني وانت خسرتي، معنى ان انت خسرنا واحد فينا هيكسب عنك. اكيد حمد هيكسب. لا انت بتحب الشطة عادي. ايه مبشرة خسارة. انت بتقولها بسيب لك عبة. مش عايز انا اجيب لك انا عشان ما تحشمش. يا خبر ان انت تكون نفسك فيه ولا حاجة. انا مش عايز. كده بعد ما عدى 3 دقايق استوى. احنا بنعمله كده على طول، حتى الاندومي العادي بنعمله كده. هم اول مره يطلبوا الطريقه دي، بس انا متاكده. لا احنا كنا مره بره البيت كان عامله بنفس الطريقه وكان حلو، بس ما كانش الاندومي الكوري، كان الاندومي العادي. فعجب سحر بره على مهل بالناحه والنبي بالناحه. يا معنمي ما تسيبيش حاجه في البول بالناحه والنبي. حاسب لازم ما تنقطيش. الفتافيت دي مش هنعرف نطلعها. يعني مش مهم الفتافيت دي عادي، مش هنعرف نطلعها. بص انا طلعت كله فتافيت صغيره، مش هنعرف. لا فتافيت عادي، قسم كبار. خلاص الميه دي مش محتاجينها تقريبا 140 جرام. مش محتاجينها. خش بقى على التوابل. سلطتين مجففه. اجيب لكم اطباق اوسع من كده عشان تعرفوا تقلبوا، ولا دي حلوه؟ لا مش كويس. ده فيها سمسم. ما هي توابل. والله ما احنا عارفين ايه اللي جواها، بس دي حاجات ريحتها جامده. التوابل بتاعته جميله، ريحتها حلوه. بس فتافيت اهي. الدمار الشامل. على مهلك يا وفاء. على مهل. على مهل. الرعب كله بتيجي. ساعدني يا حمدي. عايز ايه؟ ساعدني يا حمدي. ساعدك ربنا. على مهلك بس. بص المنظر. هو ده سيب سيب. شطة. ده كيس واحد ولسه. خرابي. هتموتي. وصيتك العيال. وصيتك العيال اهم حاجة. مين يعمل لك نواحي؟ تبص الطبق في ايدي ازاي؟ لسه فظيعه 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 فظيعه. يا لهوي يا وفاء. يا سلام يا جماعه، الريحه جميله جدا. وفي الاخر راح الجواز علينا احنا نضحك. يا جماعه الريحه جميله. انتوا حرين. ما احنا مش هنصور. هنطلع لكم في الحلم. ده انتوا الكرم البركه. هتستخدموا العصيان دي؟ العصيان ايه؟ يا عم الكنبه. عشان عامل كشنج بانج دي. هات منديل كده. الكنبه بس على جنب. ريحته صعبه قوي. ايه ده؟ احنا لسه ما بدأناش اساسا.
ها ده ريحته فظيعه صدق ريحته حلوه اهو ده انا فتحت الكيس بس ايه ده بصوا يا بقى لا وانا الكحه بقى ما شاء الله يعني ايه ما هي دي اللي هتسلك لي بالكحه مش احنا رحنا للدكتور قال لك ما عندكيش حاجه ده اللي هيزبط بقى طلع لك عصيان عمي شانج بانج لا يا بابا مش هيبقى عندي وقت ان انا استعمله عمي شانج بانج ده ريحته طب وربنا انا ريحته جوعتني هو ريحته منيله بس شطه نار انا دي بتعمل بيها ايه دي المفروض ان انت المفروض يعني. ان احنا هناكل بيها يعني كده. المفروض هتاكلي بيها هجرب لا ما حياتي هجرب بس ريحته يا حمدي ايه كفاره كده بقى مركز خلاص كده مركز يلا نبتدي العذاب نبتدي هتبتدي دلوقتي استنوا مع بعض مع بعض واحد استنى عم حمدي عشان يبقى ايه المشروطه محطوطه يا مالهاش علاقه بالوقت لا لا العصيان هجرب عشان بس عشان هجرب ماشي بس عشان ما تقوليش هي بتاكل بالشوك لا انا هجرب بس ماشي كده بدأنا الملك وفاء براحتك يا صاح عايز بسرعه يا وفاء عايزك ايه عاش يا بطل ها ايه الاخبار ثابت الشانج بانج وبسكت الشوك الله ينور مش هكلمك بقى ما تركزيش في حاجه ربنا يعينك لا مش عايز كحه اسفي ها بتوقعوا في الرعاية صح بس انا مسح لي كده كانت بغفة العمليات يا جماعة لا كده عيطت انا عارف ان انت هتقدري بس لما ما دخلتكيش التحدي ده قال انا واثق ان انت هتقدري عاش يا بطل صح خلصي وساعديها انا عايزك تخلصي وتساعديها خلصي وعايزك توديها تشرب زبادي ولبن عشان تطفي الحريق ها ها يا تقدر اهو ورا بعض مش فاضي مش لازم تمضغيه يعني اظبطيه ايوه ايوه تبقى انت عايز ايه يلا مش مشكله مش مشكله نار اهو اجيب طرحه احسن من 1000 جنيه يلا وفاء مسابقك صاحب بطل عايز شجعه صح يلا وفاء مش صاحب وفاء عاش يا بطل ها يلا ها ساعدك اهو اهو الرب يلا وفاء مسابقاك وفاء مسابقاك خد منديل هيسيبك من اللي معاك خد الله ينور يا وفاء الله ينور والله بطل بطل انت حاطين الله ينور ايه حاطين روج للديل حاطين روج ديل يلا انا ده ما بيعبش الوقفه معلش معلش ده ركت جوعتني عاش يا بطل يلا مش عايزه دي هانت هانت الله ينور يلا هتكسبي يلا انا هتحصلك وفاء الحقي وفاء لا يا وفاء ال1000 جنيه ال1000 جنيه وفوقيه 500 مني انا على 1000 جنيه وفوق 1000 جنيه مني بس خلصي كتابي ها معلش انا عارف ان انت مش قادره اقول عايش ليه معاش اظبطي يلا يلا خدي دي قربي دي قربي دي قربي ريحته فظيعه بجد والله يا الله يا الله اكبر عليك خد كلي بالشوكه لا كلي انا بقول لك كلي بالشوكه ولمي بايدك بدل ما تلمي بايدك الرب كده يلا يلا انت بسبب كتير لا يا عاش عاش يا زحل يلا مش مشكله طالعه خالص مش طالعه مش قادره عينيك عينيك مر انا بقي مش مشكله مش فاهم بطل بطل يا ساحر بطل يا وفاء يلا مش مهم الطلعه دلوقتي 1000 جنيه اجيب لك طلعتين معلش لو تعبانه خلاص لو تعبانه يا وفاء خلاص انت كده خلاص وفاء تعبت لا ها لا خلاص يا زعل ازاي ازاي خلاص يا زعل بموت اصلا مش قادر لا لا بهدل هتطلعني بوظي الطلعه مش مشكله مش مشكله ارض لك مش مشكله انت حاولتي و ده انا بموت ده انا مفيش نار ايه ده فظيع مش نصيب بس انا مبسوط منك ان انت حاولتي معلش معلش خد اشرب اللبن اشرب اللبن طف 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 النار يلا يا زميلي ابرزني 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 كان نفسك اشرب اللبن طيب اشرب اللبن الاول اشربي اشربي اشرب بس ايه شعورك بعد بس. ما دخلت في صعب صح نار ايه ده نار طب اللذينة خد خد تمام لسه ها طب اشربي لبن اشربي لبن غرفه الرعايه المركزه امزحي ده تبقى كله احمر صعب صعب جدا ده اصعب تحدي ممكن الواحد يدخل فيه لا
زي ما شفتوا طبعا وفاء خسرت. انا ما مش زعلان خالص ان هي خسرت، الحمد لله عدى على خير. احنا ابطال برضو. لا بس صراحه مبروك عليكوا يا عم. لا صراحه مبروك يا عم، مبروك مبروك مبروك. سلم من عيد لحسن الواحد. طبعا دول يا جماعه هدايا مش رهاب. اه ده هدايا. اه لا مكسب، دي جايزه الفوز، دي جايزه الفوز عادي يعني. ناس طبعا لازم نشجع برضو الفريق الفريق اللي هو لعب. دول تبعي ولا تبعك؟ تبعك يا قلبي. امال ايه؟ سلام يا سلام. حلاوه النصر دي بفلوس لوحدها. حلاوه الشطه طبعا. انا هقوم اخدهم دلوقتي واطلع. انا بس خلاص ما شاء الله لا بس صعب عليهم، صعب عليك. فأمانة وفاء انت بطل. مش قادره. انت خسرت على حاجات بسيطه بس انت بطل، انت بطل. هي ابتدت كانت في البدايه حلوه بس لما بدا بقى جوه هو مش كده، مش كده بعد اللي كمل الصعوبه بعد كده خلاص بقى ما تطلعوش الباب حد كتير. يا رب التحدي ده يكون عجبكم وتشتركوا في القناه وتضغطوا لايك للفيديو ده كتير جدا عشان فعلا فعلا فيديو صعب. تعبنا في التحدي ده. اه حمدي خسر في التحدي بجد بجد. شافوا ليك يا وفاء الحمد لله بغض النظر على الخساره. الحمد لله ما جاليش حاجه. يلا الحمد لله، مع السلامه.